قررت لجنة التراخيص في الاتحاد المركزي لكرة القدم منع نادي سيماوا من اللعب على أرضه بسبب عدم جهوزية الملعب. عدم جاهزية ملعب السيماوا الأولمبي والمرفقات له حرمت نادي سيماوا من اللعب على أرضه، وذلك بعد زيارة لجنة تراخيص الأندية في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم واطلعت عليه وإجراء الكشوفات التي منعت من اللعب عليه. عندما زارت لجنة التراخيص التابعة للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم ثبتت أنه الأرضية في الوقت الحاضر غير صالحة للعب، كذلك بعض المرافق اللي موجودة بالملعب، مما دعانا إلى مفاتحة وزارة الشباب والرياضة إلى مكتب السيد معالي الوزير، وتمت مناقشته من قبل الهيئة الإدارية حول إمكانية ترميم أرضية الملعب وبعض مرافق الملعب. واحنا ننتظر هسه، ننتظر يعني، لان انت الوقت ياخذك، لان احنا كل ما يتاخر الوقت كل ما تكون مبارياتك خارج ارضك. احنا نطالب السيد الوزير، نطالب السيد طالب الموسوي، نطالب الشعب الهندسي بالاستعجال بترميم ساحه الملعب. هذا القرار جعل من اداره نادي السماوة تختار ملعب افك في الديوانيه ملعبا بديلا لها، لحين اكمال تاهيل ملعب السماوة الذي تبنته وزارة الشباب والرياضة على أمل أن يكتمل خلال الأشهر القليلة القادمة. نادي سيماوا اختار ملعب أفك لإقامة مبارياته، تعتبر هي أرض نادي سيماوا والملعب المفترض لنادي سيماوا. هذا الشيء صعب طبعا لنادي سيماوا، الجمهور النادي تدري بين الجمهور محب النادي سيماوا ومواكبينه 24 ساعة ويا، فما نقدر نتركه، وهاي صعبة علينا كلش، ونتأمل خير بلك الله يكمل من وقت. إدارة نادي السماوة وجماهيرها تتطلع إلى إكمال أرضية ملعبها لتعود الحياة إلى هذا المرفق الكبير، لا سيما وأن نادي السماوة يحظى بجماهيرية كبيرة، وتعود عشاق كرته إلى مرافقة الفريق في كل مكان. لقناة العراقية الرياضية، فارس الوهامي، المثنى.